السلام عليكم اخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. غنعطيكم واحد النصيحه يعني ديروا بها. الاسباب اللي كيخليو لينا البارابريز ديال السياره كتخبش وما كتبقاش عندنا الرؤيه مزيانه، واللي كيخلي لينا الزاج ديال السياره نتاع الشراجم حتى هو كيولي يتخبش. وهذا البلان هذا سيرتو كيوقع ملي كتكون كطيح الشتاء. دائما الاخوان ملي تكون الشتاء، يعني مثلا خليتي السياره ديالك باتت في الزنقه وطاحت عليها الشتاء، او طاحت الشتاء وكان الريح والغبره والى اخره، حاول انك ملي تفيق في الصباح ما تخدمش سوي كلاص ديريكت يمسح البارابريز. علاش؟ انا غنوريك علاش. شوف، البارابريز كتكون موسخه كطيح الشتاء، وهذيك الشتاء ربما يكون الريح او الشتاء كطيح بالغبره والى اخره. انت كيف ما كتشوف الغبره، شفتي التراب؟ التراب كاين في البارابريز، والتراب كيولي مجموع هنا. فاش كيولي يهود الماء كيهود معاه الوسخ والتراب هنايا في هاد الكراطه نتاع السويكلاص. شوف، شفتي انت؟ شوف، ملي انت كتخدم السويكلاص او ترش الماء باش يخدم السويكلاص، كيطلع كيورك على ديك الغبره كتجرح ليك البارابريز. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا كيبقاو لك الشراطي في البارابريز، البارابريز كتولي مضببه. شنو غادي دير قبل ما تولي يعني تخدم السويكلاص؟ انت كتجيب شرويطه هكا غتولي تمسح البارابريز ديالك هكذا من هاد الغبره هادي كلها. انت فهمتي هكا، وتهز هاد السويكلاص هذا، تهزو وتولي تمسح هاد الغبره هادي اللي كاينه هنا. ها هي تحيدات ياك، تمسح هذيك الغبره كلها. الغبره هادي انت هكا هكذا بالشيفون، تهز عاوتاني عاود هاد السويكلاص هذا هكذا، تولي تمسح هاد الغبره هادي عاود اللي كاينه هنايا هكا كلها. ها هي تحيدات الشراجم عاوتاني عاود نفس الشيء، ما تحلهمش ويكون فيهم الغبره. هاد الحواشي هادو، هاد الحواشي هادو هنا فين كيهود السويكلاص، هاد الحواشي هادو هنا فين كيهود السويكلاص غادي يولي يجرح ليك يعني الزاج. شنو غدير؟ دائما الزاج غتمسحو هكذا، غادي تنقيه دائما، تمسح الزاج هكذا تنقيه، والمرايات حتى هما تضرب عليهم طليله، وهكذا يعني كتفادى بزاف ديال المشاكل. وكيف ما كتشوف ها البارابريز نقي، واخا غادي تخدم سوي كلاص البارابريز ما غاديش تخبش ليك. وصلنا هنا الفيديو، بارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.